فيفا الهيئات التأديبية تدرس التقارير الرسمية لمباراة مصر والسنغال. جمال علام يكشف حقيقة إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة. فيفا الهيئات التأديبية تدرس تقارير رسمية لمباراة مصر والسنغال. رد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشكل رسمي على أحداث مباراة مصر والسنغال، وتقديم الاتحاد المصري لكرة القدم شكوى رسمية ضد الاتحاد السنغالي بسبب ما بدر من الجمهور خلال المباراة. وقال المتحدث باسم الفيفا لشبكة سكاي سبورتس نيوز، فيفا حاليا بصدد تحليل التقارير الرسمية لمباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم بين السنغال ومصر، وتابع سيجري تقييم المعلومات ذات الصلة الواردة في تقارير المباراة من قبل الهيئات التأديبية المختصة قبل اتخاذ أي قرار بشأن الخطوات المقبلة. وشهدت المباراة قيام مشجعي منتخب السنغال باستخدام الليزر وتوجيهه لأعين اللاعبين المصريين أثناء تسديد ركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل في نتيجة لقائي الذهاب والإياب. وكان مصدر داخل لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي ذكر في تصريحات خاصة للوطن سبورت أن إعادة مباراة مصر والسنغال مستحيلة بسبب ما بدر من الجمهور السنغالي خلال المباراة، لافتا إلى أن ما بدر من الجماهير السنغالية تجري مراجعته بعد تقديم الاتحاد المصري لكرة القدم شكوى رسمية. جمال علام يكشف حقيقة إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم. كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة إعادة مباراة منتخب مصر أمام السنغال في تصفيات كأس العالم قطر 2022. وقال علام في تصريحات تلفزيونية، غادرنا فندق الإقامة في داكار عند الساعة 2:30 عصرا لكي نصل إلى ملعب المباراة على الساعة 3:00 أو 3:30 على أقصى تقدير، ولكن كان هناك زحاما في شوارع العاصمة داكار ولا أعلم إذا كان هذا الأمر متعمدا أم لا. وتابع، حدثت بعض الاحتكاكات من قبل الجماهير السنغالية حيث قاموا بإلقاء زجاجات مياه داخل الملعب، ولكن لم يحدث منهم أي شيء خارج الملعب. وعند سؤالي عن إمكانية إعادة مواجهة مصر والسنغال بسبب أحداث شغب الجماهير أجاب، قدمنا شكوى للاتحاد الأفريقي أمس الثلاثاء ضد الاتحاد السنغالي وجماهيره بسبب أحداث الشغب في المباراة، ومتوقعين أنه في حال توقيع عقوبة على السنغال ستكون عقوبة مالية أو نقل المباراة المنتخب السنغالي على أرض محايدة أو نقل مباريات المنتخب السنغالي في أرض محايدة. وكان المنتخب المصري قد فقد فرصته في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بعد خسارته بنتيجة 3-1 في ركلات الترجيح أمام نظير السنغالية في الدور الفاصل من تصفيات قارة أفريقيا. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات، هل من الوارد إعادة المباراة؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.